لو حد رايح جولة في المتحف القبطي، ايه ابرز الحاجات اللي ممكن يشوفها، او ايه ابرز القطع الاثرية اللي بتميز المتحف غير المخطوط؟ طبعا اللي عندنا دورين في العرض المتحفي بيتقسم لدورين. الدور الارضي بيبدا بقاعه الاستقبال، في مجموعه من القطع الجميله جدا، منها ستاره من النسيج وبعض النقوش اللي هي مرسومه على الجداريات. بندخل بعديها على قاعه جميله جدا من الاساطير اليونانيه الرومانيه اللي استخدمت في البدايات المبكره للمسيحيه وترجع لمنطقه اهناسيا. هنلاقي في شواهد القبور جميله جدا منحوته، وفيها عدد كبير جدا من الرموز. ليه؟ لان الفتره المسيحيه المبكره كانت كلها رموز، ما كانش يقدر يقول انا مسيحي، كان يرسم علامه العنخ بديل للرمز الصليب، كان يرسم السمكه اللي هي اسمها باسم اخسوس، يعني الحروف الاولى منها بتكون جمله ايسوس خريستوس، اي السوس سوتير، يعني يسوع المسيح ابن الله المخلص. السمكه دي معروفه قوي، معروفه جدا. فعندنا رموز كتيره في قاعه شواهد القبور. بندخل عندنا كم كبير جدا من ديرين مهمين تم عمل حفائر ليهم، اللي هي دير الأنبا أرمية بسقارة، ودير الأنبا أبولو ببويت، وعندنا أشهر شرقية اللي هي حضن الآب موجودة في المتحف وفي العالم، اللي هي شرقية بويت اللي فيها السيد المسيح جالس على العرش ويحاولوا الأربع كائنات بيحملوه، اللي هي جزء من سفر حزقيال اللي مشروع في سفر حزقيال هو اترسم. وبعد بويت كده يا دكتور عشان بس بويت دي منطقة في أسيوط. أسيوط. منطقة حفار قائم بها المعهد الفرنسي في أسيوط، ومنطقة دير الأنبا أرمية في سقارة جنب هرم سقارة اللي هي في منطقة سقارة هنا في الجيزة. فدول من الأديرة المهمة اللي الآثار بتاعتهم اتنقلت للمتحف أثناء الحفاير ونقلوها، وعاملين قاعات كبيرة جدا من هذه الأديرة ومختلفة الماتيريالز من أحجار ونحت ورسومات جدارية وأخشاب وحاجات كتيرة جدا طلعت من هذه الأديرة. جميل جدا. القاعات اللي في الدور الثاني في نسيج، في مخطوطات كتيرة جدا، مخطوطات عبارة عن ليتروجية أو كتاب مقدس، نصوص موجودة على الأستراقة. الأستراقة دي عبارة عن شقفات من الفخار ومن الخزف مكتوب عليها نصوص بالقبطي، هي قطع مكسرة كده، مكسرة بالظبط كده. دي مهمة جدا لدراسة اللغة، دراسة الحياة اليومية في الفترة دي. ليه؟ لأنه أي واحد عايز يبيع حاجة كان بيبيعها أو يشتريها من خلال أنه هو يكتب صق على الفخارة، لأنها كانت أرخص، هي فخارة مكسورة بيكتب عليها. فدراسة الحياة اليومية واللغة في وتطورتها كانت بتتعرف من خلال الأستراقة. عندنا قاعات مهمة جدا لعرض لعب الأطفال، قاعة للأيقونات، الأيقونات على مر التاريخ وبالذات في الفترة الأخيرة القرن 18-19 في أيقونات مهمة جدا، منها أهم الأيقونات لرحلة العالم المقدسة موجودة. في عندنا قاعة كبيرة للمعادن، الأدوات الطقسية في الخدمة، الكأس والصينية والشورية والحاجات دي كلها. يعني لازم جولة، لازم جولة دكتور، ولازم زيارة علشان زيارة مهمة نستمتع جداً بكل التفاصيل دي بشكل حي. اللي يزور المتحف كان يزور كل الأديرة، كان يزور كل الكنائس، اللي الحاجات دي جاية متجمعة في مكان واحد، من أديرة على مستوى الجمهورية، من منطقة حفار محدش بيقدر يدخلها لكن جت القطع بتاعتها. فالمتحف القبطي هو درة متاحف مصر اللي بتعبر عن تاريخ مصر في الفترة القبطية على مر العصور من بداية المسيحية لحد يومنا هذا.